هو في سؤال تاني معلش. نعم. لو في مثلا احيانا يعني انا شاب، فاحيانا مثلا اصحى من النوم محتلم او شيء، في مني او مزي في الهدوم دي، لو حطيتها في الغسالة مع هدوم تانية ينجسها ولا هي لا لا ينجسها، المني طاهر. والمزي؟ المزي نجس يغسله، لكن كمية الماء تكون كبيرة تضيع الأثر. ولو حطيته يعني لو ما غسلتوش وحطيته مع هدوم تانية في قلت الغسالة؟ لك الكمية قليلة يا أخي جدا لا تذكر، المزي مش كوب مزي، ده هي قطرات طفيفة أمام ذنوب الماء يذهب بها ذنوب الماء. الرجل الذي بال في المسجد وقال النبي أهرق على بوله سجلا من ماء أو سجلا من ماء. تمام يا شيخ، يعني أعملها الأول بس لو مش متاح يعني إن أنا الله يسلمك، هدوم السلام التانية. عليكم، كفاية عليك، لا توسوس. تمام.